تمام حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا الكرام، تحية صباحية متجددة لكم من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الفليق بولاية بركة بمحافظة جنوب الباطنة، حيث هذا السباق الكبير، السباق العام الذي يقيمه شون البلاط السلطاني ممثلا بالهجانة السلطانية وبالتعاون الفني مع الاتحاد العماني لسباقات الهجن. في هذا اليوم انطلاقات سن اللقايا من مسافة 5 كيلومترات، وأتقدم مباشرة أيها الأخوة في هذه اللحظات بالتهاني الصادقة لمؤسسة هجن البشاير المملوكة لصاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، والتهاني موصوله للمضمر حميد بن محمد القحافي الذي قاد الهنوف في الشوط الرئيسي وانتزعت الخنجر. ونبارك لكل الأخوة الفائزين في الأشواط الأخرى. وصلنا بحضراتكم إلى الشوط 9 في التعداد العام، شعارات مميزة وأسماء مرشحة مشاركة في هذا الشوط. أتقدم مباشرة إلى رأس حربة هذا الشوط وأرى بالمركز الأول في هذه اللحظات، أرى شواهين حق زيد بن سليمان بن محمد الجنوبي، هو من يتقدم هذه الجموع. أنتقل مباشرة إلى ثاني المراكز وأرى نهب تتصدر وتحتل المركز الثاني، هذه السالم بن علي بن طناف الدرعي قادما أيها الأخوة من ميدان الأعراض بولاية بهلة للمشاركة في هذا الشوط. ولكن تغيير في هذه اللحظات، هذه اللي غيرت. إذن الحذرة تغير وتسحب بساط المركز الثاني حق ناصر بن غدير الوهيبي. الدور دور المركز الثالث وأرى بالمركز الثالث ذخيرة حق هلال بن حمد بن حمود الجنيبي. ننتقل مباشرة إلى رابع المراكز، هذه اللي وصلت، هذه الرياضية حق حمد بن علي بن سلطان الدرعي. والمركز الخامس، المركز الخامس هنا نهب وسالم بن علي بن طناف الدرعي يتواجد على المستوى الخامس. أما المركز السادس من الطرف الآخر أرى مناورة لسعود بن سالم بن عبد الله السناني، ولكن تغيير على المركز السادس في هذه اللحظات من قبل القمة، المسعود بن ناصر بن سيف الأحمدي. ما شاء الله وتبارك الله، بدأت الشعارات تقترب، بدأت الشعارات تزحف إلى مقدمة الشوط، والكل يحذوه الأمل أن يحظى بشبه نقطة إذن غالية في هذا المهرجان الكبير، هذا المهرجان الذي يأتي بتوجيهات سديدة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه وأبقاه ذخرا وهذا لهذا الوطن المعطاء. أيضا شكرنا موصول لصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق وزير الثقافة والرياضة والشباب على المتابعة وعلى هذا الاهتمام بهذا الموروث العربي الأصيل. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الكوكب الثلاثية على مقدمة الشوط، والحذرة أيها الأخوة حق ناصر بن غدير بن حمدان الوهيبي من هذا الجانب. تتقدم هذه الجموع، تتقدم هذه الأسماء القوية. أما المركز الثاني من الطرف الآخر أرى ذخيرة حق هلال بن حمد بن حمود الجنيبي يقدم لنا هذا الاسم في هذا الشوط. النقلة إلى المركز الثالث وأرى شواهين حق زيد بن سليمان بن محمد الجنوبي على المستوى الثالث، الثلاثة انفردا عن بقية المراكز على ما أعتقد المركز الرابع شعار سالم بن علي بن طناف الدرعي. وبنحاول أن نتأخر أيها الأخوة، هذه مشاهدينا الأعزاء القمة
تحتل المركز الرابع حق إذن مشاهدين الكرام عفوا 47 الرياضية حمد بن علي بن سلطان الدرعي هو على المستوى الرابع. أما المركز الخامس اللي واصله في هذه اللحظات إنجاز حق بدر بن حمد بن حميد بن محمد الدرعي يتواجد على المستوى الخامس. والمركز السادس في هذه اللحظات هذه الظبي حق حمد بن عبد الله بن شطيط المالكي هو على المستوى السادس. والمركز السابع عرم ياسه حق عبد الله بن سلطان بن سالم المثيمني اول اذاعه لهذا الشعار، شعار له حضوره وله ايها الاخوه حظى بنقطه في يوم الامس واليوم مشارك بهذه النجمه. نتمنى لها التوفيق ونتمنى لكل الاخوه المشاركين كل التوفيق. اذا ننتقل الى المركز السابع وراء القمه المسعود بن ناصر بن سيف الاحمدي. والمركز الثامن من الطرف الاخر عموما ننتقل الى المركز التاسع هذه اللي وصلت همس حق منصور بن ناصر بن حمد الحيفي مالك هذا الشعار يا سلام. اذا ايها الحفل الكريم هذه مشاهدينا الاعزاء اذا غنايم حق عبد الله بن طويرش الوهيبي هذه النتيجه. هذا هو النداء للمراكز الثمانيه الاولى المتقدمه ودخلنا اذا وغادرنا لائحه ال 1500 متر والانحناء المباشر نحو المنصه الرئيسيه نحو خط النهايه. هذه الحذره تقود هذه المجموعه الى حد هذه اللحظات حق ناصر بن غدير بن حمدان الوهيبي. ولكن هنا مشاهدينا الاعزاء غنايم حق عبد الله بن طويرش الوهيبي بدا يتسلل ايها الاخوه بدات تتسلل غنايم. يا سلام يا سلام. المركز الثالث هناك من الطرف الاخر ارى ذخيره حق هلال بن حمد بن حمود القنيبي. والمركز الرابع حق حمد بن علي حق حمد بن علي بن سلطان الدرعي. الله يا سلام يا سلام يا هذه الاسماء يا سلام يا هذه الشعارات، شعارات قويه تخوض هذه المنافسه. من يا ترى بيحظى بشرف الشوط؟ الشوط قوي للغايه. وعبد الله بن طويرش الوهيبي هو على الصداره يقود غنايم الى حد هذه اللحظات مع لائحه ال 800 متر الاخيره. شعار يعرف طريق الانتصارات جيدا. يا ما مثلنا يا ما أيها الأخوة شارك في محتفلات وفي سباقات وفي مهرجانات خليجية وحظى بشرف الرموز. مشاهدين الأعزاء غنايم تقود هذا المسار إلى حد هذه اللحظات. وعبد الله بن طويرش الوهيبي المركز الثاني يرى الحذرة حق ناصر بن غدير بن حمدان الوهيبي. الثنتين مفرجل عن بقية المراكز. خلونا مع غنايم ومع أداء غنايم. الله يا سلام يا سلام يا هذه العروض. طارت غنايم طارت اقلعت ايها الاخوه اقلعت على ارضيه ميدان الفليق. مشكور يا ابو محمد مشكور على هذا الاداء المتميز على هذا الاداء الرائع الذي تقدمه غنايم في هذا الشوط. انفراد تام عن بقيه المراكز وخط النهايه يقف احتراما وتقديرا لهذا القدوم لهذا العرض المميز الذي تقدمه غنايم. امتار ايها الاخوه امتار بسيطه وتصل خط النهاية. إذن هذه غنايم مشاهدينا الأعزاء خط النهاية يقف احتراما لهذا القدوم المميز. تهانينا والناموس لمالك هذا الشعار عبد الله بن طويرش الوهيبي بمناسبة فوز غنايم المركز الثاني. أيها الحفل الكريم الظبي حق احمد بن محمد بن ناصر الدرعي ما كانت في الاذاعه اطلاقا فاجاتنا في الامتار الاخيره. والمركز الثالث ايها الاخوه الحذره حق ناصر بن غدير بن حمدان الوهيبي. هذه النتيجه للمراكز الثلاثه الاولى المتقدمه عموما. وعلى كل حال نعود بالتهنئه والناموس على الاخوه الفائزين بالمراكز.